السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم من هنا من رحاب طيبة الطيبة مدينة المصطفى المنورة على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا الآن بجوار مسجد قباء بإذن الله متجه باتجاه المسجد النبوي الشريف. المسافة تقريبا 3 كيلومتر. المدة المتوقعة لقطع هذه المسافة قرابة 40 دقيقة أو أقل بقليل. أنا ما حصور لكم الآن في طريق الذهاب، في طريق الإياب حصور لكم، وأعتذر للصوت اللي صادر لأنه نحن الآن في المرحلة النهائية من مشروع جادة قباء. يعني تلاحظوا الآن العمال جالسين يشتغلوا، وإن شاء الله قريب تخلص الأعمال اللي في منطقة الجادة. على كل حال خلوكم معنا الآن في طريق الذهاب، حصور لكم كم الوقت اللي يستغرق فيه المشي عن طريق الجادة. مثل ما ذكرنا 3 كيلومتر، المدة متوقعة حدود تقريبا 40 دقيقة أو أقل بقليل. الآن الوقت 29 دقيقة. أنا ما حصور إلا عند منطقة مسجد الغمامة اللي بالقرب من المسجد النبوي الشريف. طيب نلقاكم بإذن الله، خلوكم معنا. صح، نسينا نعلمكم انه وصلنا الى المسجد النبوي الشريف وقطعنا المسافة بمدة تقريبا 35 دقيقة من مسجد قباء الى المسجد النبوي الشريف. حياكم الله يا حبايب، نحن الان في منطقة مصليات الاعياد، وهذا المسجد اللي امامي هو مسجد الغمامة او مسجد المصلى. تعالوا عشان اوريكم كده معلومات عن هذا المكان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه صلاة الاستسقاء والكسوف، وأيضا كان يصلي فيه الأعياد، وصلى فيه صلاة الغائب على النجاشي أصحم رحمه الله تعالى. هذه معلومات إن شاء الله أن تكون واضحة. أنا ما أدري ما أشوف إذا كانت واضحة ولا لا. على كل حال هذه المساجد كلها من بناء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هي منطقة 4 مصليات: الأبيض مسجد علي بن أبي طالب، وهنا مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخلف هذه المنطقة الآن إن شاء الله لعله نريكم إياه اللي هو مسجد عمر بن الخطاب. فهذه منطقة مصليات الأعياد سميت بأسماء الصحابة، ربما والله أعلم أنه الصحابة اتخذوا هذه الأماكن منطقة للصلاة، صلاة العيد في زمنهم. لكن هذه المناطق الأربعة كلها يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد عليها، وهذا هو الأثبت أو يعني اللي كان يتكرر ويصلي فيه في الموضع ليس في المسجد. المسجد مسجد عمري ما شاء الله. هذا حمام المدينة اللهم بارك، وهذه منطقة الفنادق ما شاء الله. نحاول أن نصور لكم ما تيسر من هذه الأماكن الجميلة ما شاء الله. هذا هو مسجد عمر بن الخطاب، لو تلاحظوا بين الفندقين مسجد عمر بن الخطاب، لأنه كان من السنة صلاة العيد تقام في يعني في أرض مفتوحة أو مكشوفة، أرض فلات مثل ما يقال. ف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ هذه المناطق اللي هي قريبة من سوق المناخة. أيضا سوق المناخة ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في هذه النواحي، ولا يزال موجود إلى يومنا هذا، ولا يؤخذ منهم اللي هم أصحاب اللي بسطوا، لا يؤخذ منهم خراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ضرب الأرض قال للمسلمين هذا سوقكم، فيما معنى حديث لا يؤخذ منكم مقابل على هذا السوق، وإلى يومنا هذا لا يعمل به. أمير المدينة جزاه الله خير يعني افتتحوا أو يعني وسعوا وجددوا ونظموا وفتحوا للباعة بدون مقابل. الآن لا أعلم إذا كان السوق أصلا مفتوح ولا لا، لأنه الآن إحنا في وقت كورونا، فالتجمعات تقريبا شبه ممنوعة في هذه النواحي. عندنا الآن أمامنا حيظهر اللي هو منطقة جادة قباء أو واجهة قباء، الآن سموها واجهة قباء. لما نوصل هناك إن شاء الله هنصور لكم بإذن الله، خلوكم معنا.
لازلنا نحن في منطقة ما قبل جادة قباء، لكن حبيت اني اصور لكم هذه المنطقة اللي يخليني ارفع لكم. شايفين ما شاء الله، هذه منطقة الفنادق، وهنا منطقة العنبرية في هذه الناحية. شايفين هنا فندق نجوم المدينة، وهنا فندق جوار طيبة. طيب، وهنا في فنادق ان شاء الله الان يعني جالسين نحن نصورها، ولسه الى الان ما خلصت، فان شاء الله باذن الله اذا ربنا احيانا كتب في العمر بقية ان شاء الله نجي نصور لكم اياها وهي خلاص يعني شبه ان انتهت باذن الله. شوف هذه اطلالة على المسجد النبوي الشريف، وهناك جبل احد لو تلاحظوا واضح معنا في الصورة في هذه الناحية، مسجد او عفوا جبل احد. ما شاء الله، نحن الان في منطقة جنوب غرب المسجد النبوي الشريف. طيب الان حنتابع لما نوصل الى مسجد قباء، حنصور لكم بعض الاشياء اللي موجودة في الطريق، خلوكم معنا. طيب الان تقريبا وصلنا الى منطقة جادة قباء، شوفوا الان المحلات اللي مفتوحة في هذه الاماكن، اغلبها مقاهي فتحوها في منطقة الجادة، فيها جلسات. طبعا لو جيتوا الفترة المسائية الى هذا المكان فربما ما تجدوا مكان، ما شاء الله من الازدحام الموجود. شوفوا هنا ايضا هذه مظلات حطوها. هذه تشبه الطائف تقريبا، الطائف او ابها، ما ادري المكان اللي يحطوا فيه مظلات، اظنها الطائف. وهنا بعض الكشكات اللي تقدم وجبات واكلات شعبية وبعض الملبوسات والمنتوجات المحلية. وهنا هذه مرجيحة، كثير من الاشياء اللي ما شاء الله افتتحت في هذا المكان في منطقة واجهة قباء. زي ما تلاحظوا الان في الرسمة هناك مكتوب واجهة قباء. شوفوا هنا المحلات ايضا، هذول كلهم يفتحوا تقريبا من فترة المغرب، او اغلبهم من فترة المغرب او قبل المغرب بشوي، تحصل في ازدحام ما شاء الله. طبعا هنا في منطقة العاب ايضا، تحصل حتى الكبار يلعبوا فيها، في قطع تذاكر من هذه المنطقة، تذكرة تقريبا بحدود 10 ريال او 5 ريال لا اذكر بالضبط. وهذه الواجهة، واجهة قباء، وهنا بعض الالعاب اللي ذكرناها لكم. طبعا الان مكان فاضي ابدا، كأني انا اللي امشي لوحدي. شوفوا مسجد قباء ربما ما يظهر عندكم، انا ما استطيع اني اقدم لكم الصورة، لكن مسجد قباء القبب الى عندي يعني واضحة، عندي قبب باللون الابيض. هذه هنا سوق الذهب في المدينة المنورة، هذه احد اسواق الذهب، عندنا سوق ذهب ايضا في المنطقة المركزية الشمالية. المناطق اللي حول الحرم كلها محلات ذهب، لكن اغلب المحلات متمركزة في المنطقة الشمالية. شايفين ما شاء الله. طيب نحن حندخل الان البقالة، موية، العطش شديد، الحر شديد والعطش شديد كلهم مع بعض. طيب ندخلكم معنا على البقالة. السلام عليكم. هذه الموية المباحة يا
دمشق اذا حنزعل منكم. نروح هنا يلا مقبوله. اسماعيل طيب الآن أنا ما بصور لكم كل شيء. شوفوا هنا هذه آية الكرسي مكتوبة في هذا الحائط، هذا حائط يسموه الجدار. المهم آية الكرسي مكتوبة هنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعطيكم كذا لمحة قبل ما نقفل التصوير، ما حقدر أصور لكم من أول الطريق إلى آخره، ربما يأخذ معنا وقت طويل. الآن أغلب المحلات مغلقة، الصباح زي ما أنتم شايفين ما في حركة، فأغلب المحلات يفتحوا من تقريبا بعد العصر أو الساعة 5 تحديدا، لما يعني الشمس تخف شوي حصلهم فاتحين. طيب نلتقيكم في مرحلة متقدمة، خلوكم معنا. طيب يا حبايب لازلنا نمشي في طريق درب السنة، المسجد النبوي الشريف خلفي، تقريبا قطعت نصف المسافة. احنا ذكرنا لكم انه قطع المسافة اللي هي 3 كيلومتر تاخذ معنا قرابة 40 دقيقة. هذا الطريق طريق جادة قباء، أنشئ قبل تقريبا 3 سنوات ليكون بمحاذاة أو يحاكي طريق درب السنة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه من مسجد الغمامة إلى مسجد قباء اللي هو بالقرب من المسجد النبوي اللي كنا صورنا فيه قبل قليل. فما هو هذا نفسه هو الطريق لكن بمحاذاته. طريق درب السنة يعني حسب ما ذكرنا أساتذتنا الأكارم أنه يمر من جهة قربان ثم حي البحر إلى أن تصل إلى مسجد قباء. الآن باقينا تقريبا قرابة الكيلومتر، حنقلب الكاميرا مرة ثانية ونصور لكم الطريق من أمامنا. طيب يا حبايب نستمر معكم. نحن الآن وصلنا إلى هذا مجمع الكاكي تقريبا اسمه، والله نسيت اسمه، أيوه الكاكي، الكاكي مول، لكن ما عاد فيه لا مول ولا شيء، أظنه تقفل. فهذه برحة جميلة ما شاء الله، الناس يجوا في الفترة المسائية، تحصل هنا ما شاء الله مجتمعين وجايبين سجاداتهم وجالسين مروقين. بالنسبة للحي هذا اللي جنبنا، أنا كنت ساكن في هذا الحي، هذا حي الدويمة، وبجانبه هذا الحي، هذا حي المغيسلة، هنا هنا المغيسلة، هنا الدويمة، وعندنا هنا حي البحر، هذا حي البحر هنا في هذه الناحية، وعندنا هنا حي المغاربة، وعندنا بعده حي المشرفية أقرب إلى مسجد النبوي الشريف. هذه كل الأحياء كنا قد غطيناها لكم من قبل، فكلها إن شاء الله تشوفوها في القناة في اليوتيوب. هنا خلونا نوريكم مسجد اسمه مسجد بن لادن، هذا هو مسجد جميل على الطراز القديم، اللهم بارك. هذا المسجد الأحمر الآن يصلي فيه الشيخ الدهلوي، ما شاء الله صوته جميل. يوم اللي كنت ساكن في حي البحر كنا نجي نصلي فيه إلى فترة قريبة، يعني كنا إذا مرينا من هذه المنطقة نجي نصلي في مسجد بن لادن، له تسمية ثانية نسيت اسم المسجد، لعل الإخوان في التعليقات إذا شافوه إن شاء الله يذكروا لنا الاسم، هو اسم أحد الصحابة نسيت اسمه. هنا لي ذكريات في أيام الحجر، كان معنا مجال أن نجي على هذه المنطقة فقط، هذه المنطقة هي حدنا في حي الدويمة، يعني ما تستطيع أنك تقطع الطريق، إذا كان في يعني عسكري ولا شيء يغرمك 10,000 ريال. وهذا مسجد قباء يلوح بالأفق، خلاص كذا تقريبا ما حصور لكم تصوير ثاني إلا عند مسجد قباء، خلوكم معنا.
خلاص تقريبا شارفنا على الوصول، بقي القليل الحمد لله. هدف وحيد دويمة. طبعا الآن لا يزال العمل جاري في هذه المنطقة، ما انتهوا منها. شوفوا المسجد النبوي الشريف هناك بعيد، وهذه شوفوا هذه القلعة، هذه قلعة فخري باشا، قلعة تركية من أيام الدولة التركية، الدولة العثمانية. هنا بعض المزارع الجميلة ما شاء الله، هنيئا لهم بهذه المزرعة في هذا المكان الطيب المبارك ما شاء الله. الآن هذا تقاطع الأمير عبد المجيد، هذا تشوف الآن السيارات منه، فقط هذا التقاطع هو الوحيد اللي يفصل طريق الجادة، ولا كله طريق موصول يعني مباشرة. إلا المرحوم عبد الرحمن صيرفي وأولاده رحمهم الله ما شاء الله. هنا مجمع القمة، مجمع ما شاء الله في جميع ما يحتاجه الزائر أو المقيم في هذه المدينة الطيبة، مفتوح الفترة الصباحية، وبعد قليل سنطل على مسجد بني سالم بن عوف، سكان مسجد الجمعة. والمسجد مسجد الجمعة هو المسجد الذي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في موضع دارهم فصلاه عندهم، فلذلك سمي المسجد بمسجد الجمعة، وهي أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وصليت في عهده في المدينة، لكن أول جمعة في الإسلام صليت في المدينة أقامها أظن أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وذلك بعد ما جاء مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة وعلم الناس الفرائض التي فرضت من ذلك الصلاة والقرآن. والقرآن طبعا تعليم ولم يكن مفروضا يعني. هذا هو مسجد الجمعة ما شاء الله، والحي الذي بجواره هو حي الجمعة، ونحن الآن اقتربنا شيئا فشيئا من مسجد قباء. ها هو مسجد قباء أمامنا، وهذه المزرعة مزرعة الجزع، كنا قد أتينا لها، تعرف أظن بالمزرعة الرفاعية ما شاء الله، مزرعة جميلة وفيها بئر قديم أيضا، حتى البئر يعرف ببئر الجزع. في مقطع في اليوتيوب لشيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب العباسي يتكلم عن هذه المزرعة من داخلها، وكنا برفقته، وما أجمل رفقة الشيخ الدكتور محمد عبد الوهاب العباسي جزاه الله عنا خير الجزاء. في زماننا هذا هو سمهودي عصره، هو سمهودي المدينة حاليا، مؤرخ المدينة ما شاء الله تبارك الرحمن. نسأل الله أن يمد في عمره على الطاعة. هذه جديدة وضعت، لا أدري لماذا وضعت، سأصور لكم فقط هذه المزرعة من الداخل. ونحن الآن على مشارف موسم التمور، طبعا التمور بدأت تخرج في أسواق المدينة الآن، الرطب يخرج خصوصا الروثانة واللونة وغيرها من التمور التي تظهر في بداية فصل الصيف. الآن أريكم موضع البئر القديم ما شاء الله،
ما شاء الله نسمات باردة تخرج من هذه المزرعة، حتى الروائح جدا جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. اقتربنا من موضع البئر، البئر هو في هذه الناحية تقريبا، ربما هذا هو المركز الرئيسي للبئر، وأخرجت المضخات من داخل البئر. نعم هذا هو، هذا البئر والمضخات تخرج وتسقي هذه الأرض بالكامل. مزرعة جميلة صورناها لكم من قبل ما شاء الله. هذه المزرعة ما شاء الله، اللهم بارك لأصحابها. طيب لعلي أنا أكتفي بهذا التصوير، أصور لكم إن شاء الله عند مسجد قباء. هذا هو مسجد قباء. خلاص الحمد لله على السلامة، انتهت مغامرتنا لهذا اليوم ورحلتنا الجميلة في هذه الأنحاء الطيبة المباركة. وصلنا إلى سيارتنا وهذا هو مسجد قباء. رحلة دامت تقريبا ساعة ونصف ما شاء الله في هذه الأماكن الطيبة المباركة، وإن شاء الله نلتقيكم بإذن الله في جولات قادمة في هذه المدينة الطيبة المباركة. نسأل الله التوفيق للجميع من أراد الاستزادة من هذه الجولات، فليضيفني على حسابي في السناب شات، سأضعه لكم بالوصف. وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.